بعيدا عن اسمي مصر والوضع اللي مصر دلوقتي بتمر بيه، هو انا كنت محضره ان انا هحكي بقى قصه محمد ومحمد اتاخد ازاي واعتقل ازاي، لان هو معتقل. هبدأ الموضوع من الاخر الاول. هو محمد مش معتقل، محمد دلوقتي مضرب بقاله من يوم 22 اغسطس. محمد مش مضرب علشان يعيش كويس جوه زنزانه، يعني محمد دلوقتي طبعا هو والمضربين اللي معاه جوه حجز 2 سياسي اسم الجيزه من يوم 22 اغسطس. محمد مش مضرب علشان رغم ان هو وضعه صحي في تدهور مستمر. محمد تقريبا الوضع جوه ان هم عباره عن كميه عدد مهول جوه الزنزانه، كل شويه يتعدى 50، مفيش تهويه، مفيش شمس، مفيش، وضعهم الجسماني معرفش، مش عايزه اقول، انا هو دكتوره فموضوع دمامل بقى، جرب، حاله صحيه مزريه. محمد اخواته لي 3 اخوات دكاتره، انا منهم، محدش عارف يعملوا حاجه ولا حتى عارفين ان احنا نجيب حتى دكتور يكشف عليه، هو اللي معايا بس. يعني نائب المأمور بيقول لمحمد ما تقلقش، احنا هنقلل العدد وهنجيب تكييفات وهنخليك تعيش كويس قوي جوه زنزانه. فمحمد استغرب، قال له حضرتك انا مش بعمل اضراب علشان اعيش في تكييف زنزانتكم، انا عايز اعيش في حربتنا. فمحمد بقاله 8 شهور 4 شهور معتقل مع جنائيين، لدرجه ان الناس اللي دخلوا على محمد، مثلا ناس من هندسه معتقلين برضو، فكروا ان محمد جنائي من كتر طبعا الوضع اللي شافوا فيه محمد، وطبعا التعذيب اللي محمد شافه زيه زي كل المعتقلين اللي اتاخدوا. تم 4 شهور مع جنائيين، 4 شهور تانيين مع سياسيين في وضع مزري. محمد في الاسم مش في سجن. طبعا مش بقول كده عشان حد يقول لي طب خلاص هننقله السجن، لا، الوضع في كلا الحالتين محمد حر. معرفش هو بيعمل جوه ايه لحد دلوقتي، مفيش قضيه اصلا. متهم بالاسطمبه اللي احنا كلنا متعودين عليها، بنسمعها كل شويه من كذا معتقل اتاخد. فانا معرفش، يعني معرفش اللي انت لحد امتى محمد هيتجدد له هو واللي معاه. 15 زي ما ممكن خالد قال، 15 في 15 في 15 في 45، 8 شهور داخلين على سنه. محمد كان بكالوريوس السنه دي عشان يبقى مهندس، ناويين الكليه بتاعته، ناويين يعيدوه سنه، لانه ببساطه محمد امتحن كل امتحاناته ما عدا المشروع اللي هو شارك فيه، وهيضطر يعيد السنه عشان المشروع ده. ففي سنه راحت من عمر محمد وفي سنه لسه هتروح من عمر محمد. ففي المستقبل كده محمد مش عارف هو هيقعد جوه لحد امتى. فانا ما اعرفش، يعني هو الظروف اللي محمد اتاخد فيها، ما اعرفش، اعتقد انه دكتوره هاله اتكلمت عن الظروف اللي محمد اتاخد فيها كذا مره، اتكلمنا في التلفزيون كذا مره، اتكلمنا في صحف وجرايد كذا مره. محمد مصور وطالب، رحنا للنائب العام. انا قبل ما حضرتك كمان تروحي النائب العام، انا رحت له، رحت المساعد النائب العام واتكلمت معاه بعد ما محمد اتاخد بشهر. بصراحه كنت متخيله ان الموضوع يعني ان هو هيتعاون، لكن مفيش اي حاجه خالص. مشيت بالطرق القانونيه، عملت رقم صادر، رقم وارد، عرائض، الحاجات دي كلها اللي هم دلوقتي بيعملوها، ولقيت نفسي رجعت تاني لان محمد يتحقق معاه تاني. فما بقتش فاهمه، طب يعني محمد معاه فيديو اتاخد، يعني محمد متصور وهو بيتاخد، متصور وهو بيتضرب وسط الوقات، فيعني قدام كليته. ده محمد للاسف ما كانش بيتظاهر، يعني محمد كان بيصور قدام، كان خلاص بيسلم مشروع وبعدين خرج صور المظاهرات اللي هي اصلا على بعد كبير جدا. طبعا مش بقول ان انا ضد المظاهرات او مش ضدها، انا بس بقول الواقع اللي محمد اتاخد فيها. متهم في حاجه محمد، يعني محمد مثلا من القضايا اللي متهم بيها ان هو حرق مدرعه وحرق ضابط. المدرعه والضابط اتحرقوا بعد محمد قبض عليه بساعه، وفي طبعا الكلام ده كله متصور. فانا مش عايز اصور عليكم، شكرا جدا، واتمنى انه اللي احنا بنعمله ده يكون ليه صدى. يعني شكرا جدا.